السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث مخصصه للوقوف على ابعاد بيان سفراء الولايات المتحده وبريطانيا وروسيا وفرنسا ازاء تطورات المواجهات في اليمن. أعرب سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير للصراع في اليمن. وقال السفراء الأربعة في بيان مشترك إن هذا التصعيد يهدد بتراجع التقدم المحرز في تثبيت التهدئة وأعمال العنف، ودعا البيان جميع الأطراف إلى سرعة وقف القتال واتخاذ التدابير اللازمة لتجميد الأنشطة العسكرية بما في ذلك تحريك المقاتلين ووقف الغارات الجوية وهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة. على الصعيد الميداني لا زالت المواجهات محتدمة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف في ظل تخلي التحالف عن دوره في إسناد قوات الشرعية. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: لماذا لا يتدخل المجتمع الدولي إلا في الوقت الذي يصب في صالح الميليشيات؟ وما الذي بقي أمام الشرعية بعد أن خسرت رهانها على التحالف؟ إذا قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد. مرة أخرى يحضر المجتمع الدولي في الوقت الذي يكون مناسبا حضوره للميليشيا. منذ أيام والتصعيد العسكري على أشده في جبهات نهم والجوف لم يحرك المجتمع الدولي إزاءها ساكنا. وحين تقدمت الميليشيا خرج سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا في بيان مشترك أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الذي اعتبروا أنه مهددا بتراجع التقدم المحرز في تثبيت التهدئة وأعمال العنف. البيان دعا جميع الأطراف إلى سرعة وقف القتال واتخاذ التدابير اللازمة لتجميد الأنشطة العسكرية بما في ذلك تحريك المقاتلين ووقف الغارات الجوية وهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو موقف يعده مراقبون أنه يسعى لتثبيت واقع جديد فرضته الميليشيا من شأنه تغيير الموازين لصالح جماعة الحوثي. استماتة الميليشيا في الجبهات القريبة من مأرب والجوف وصم التحالف لآذانه عن التطورات الخطيرة يوحي وكأن هناك ما يشبه الاتفاق على تقليص نفوذ الشرعية في المناطق التي لا زالت تخضع لسيطرتها. في المقابل ظهرت الشرعية بمظهر الفاقد للحيلة، ولم يخرج منها سوى مبررات وتلويح بالتخلي عن اتفاق ستوكهولم الذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ إبرامه قبل أكثر من عام. الشاهد في كل ما سبق أن موقف الدول الأربع الفاعلة دولياً إضافة إلى موقف التحالف المتفرج للأحداث يفقد الشرعية لكثير من رهاناتها الخاسرة، وما من بد أمامها اليوم سوى الخروج من دائرة العجز والتبعية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش وأرحب بضيفي، سيكون معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ومعنا من أبها السعودية المحلل السياسي السعودي سلمان عسكر. أبدأ مرحبا بضيفي وأبدأ مع ضيفي من الولايات المتحدة الأمريكية السيد إبراهيم القعطبي. سيد إبراهيم مساء الخير. مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. أهلا بك سيد إبراهيم، يعني كيف تنظر إلى توقيت بيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا إذا تطور المواجهات الأخيرة في اليمن؟ البيان ليس له أي فائدة، ولا البيان هو مثله مثل البيانات السابقة منذ دخول الحوثيون إلى صنعاء واقتحامها ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، ولم البيانات التي لم تتبعها يتبعها العمل ولم ترسل قوات ولا تدعم الحكومة الشرعية ليس لها أي جدية، ولم نعد نعول على هكذا بيانات كون الحكومة سقطت كاملة والحوثيون احتلوا شمال اليمن وميليشيات التابعة للإمارات والسعودية احتلت مناطق الجنوب، ولم نسمع أي بيان ولا أي قوة حقيقية تساعد اليمنيين من أجل استعادة الدولة والشرعية. فلذلك البيانات لم نعد نعول عليها، وإنما هي مجرد ذرة رماد على العيون ولم تسمن ولا تغني من جوع. الآن نحن أمام حقائق، هل من هو في معسكر استعادة الجمهورية واستعادة الشرعية واستعادة البلد من الميليشيات شمالا وجنوبا وطرد الانتداب السعودي الإماراتي من اليمن ومشروع أخرى مشاريع أخرى
يعني لا تخدم لليمنيين ولا غيرهم، وإنها مشاريع محاولة الاستيلاء على الموقع الاستراتيجي اليمني الهام، خلق ميليشيات تتبع لتلك الدولة أو تلك الدولة الأخرى كما هو يعني ظاهر في الجنوب. هنا المشكلة أنه لا، يجب على الشعب اليمني أن لا يعول على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي هذا قد خذله منذ 10 سنوات منذ. نعم. لكن أيضا سيد إبراهيم، يعني كما هو ملاحظ أن المجتمع الدولي دائما ما نلاحظ حضوره في الوقت الذي يكون في صالح الميليشيا أو في تثبيت أي إنجاز يحسب لها، كيف يفهم هذا الأمر؟ أنا في اعتقادي هو ليس لا يفهم بالطريقة هكذا. هم يعرفون أن الوضع خطير جدا، ويدركون تماما أنه هم يخافون جميعهم من إثارة الشعب اليمني إذا انطلق في حقيقة الأمر. هو من سيعدل سيرجح كفة الحكومة الشرعية واليمنيون. الآن هذا كلها بيانات من أجل امتصاص الغضب، من أجل أن يقول أن المجتمع الدولي ما زال يراقب، لكن المجتمع الدولي حقيقة لم يعد يعمل أي شيء لصالح الشعب اليمني ولا حتى للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. رأينا أنه ميليشيات الحوثي ما زالت تتحكم بميناء الحديدة وما زالت تتحكم بالحديدة، واتفاقية السويد يعني لم يطلقوا لا سراح معتقلين ولا يسمحوا للحكومة اليمنية باستعادة الحديدة. اتفاق الرياض يعني تم شرعنة لميليشيات جديدة ولم يتم تطبيق حتى المشروع الانتداب السعودي الإماراتي الجديد الذي أتى من خلال. نعم. إذن نقاط كثيرة سأعود أناقشها معك سيد إبراهيم، تكرم بالبقاء معي. أذهب لضيفي من مدينة أبها السعودية المحلل السياسي سلمان عسكر. سيد سلمان مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، نحييك وحيي الساده المشاهدين وضيفك الاستاذ ابراهيم القطبي. اهلا بك سيد سلمان. يعني نتحدث اليوم عن البيان الاخير لسفراء الدول الاربع وايضا المستجدات الحاصله في خلال الايام الماضيه في اليمن في مأرب والجوف. يعني هناك من يقول اليوم ان التحالف تخلى عن دوره في مسانده الشرعيه وانه راض على التقدم الذي احرزته الميليشيات مؤخرا. هناك تقدم واضح لصالح الميليشيا في جبهة المحيطة بمأرب والجوف. غير صحيح هذا رضا للتحالف. يعني لو كان التحالف راضي يعني لفك اليد من الحكومة الشرعية وانتهى الوضع بكل سهولة. يعني نعم، كيف يقبل بهذه النتيجة؟ أولا دعنا نبدأ من البيان الذي أصدرته هذه الدول أو تلك الدول، والذي أتى وأنت سألت سؤالا مهما قبل قليل بأنه يأتي دائما عندما يكون هناك أنا أسميه انكسار أو ضعف في الصفوف الحوثية. هذا البيان كان متوقعا بالصراحة. لماذا؟ لأن اليمنيين انتفضوا عن ذكرة أبيهم في جبهة نهم وفي غيرها من الجبهات لمواجهة هذا الانقلاب الحوثي أو الفصائل الإرهابية الإيرانية. عندما شعرت هذه الدول بخطورة تحرير هذه المواقع بدأت في التحرك لإنقاذ الحوثيين، وهذا الأمر غير مستغرب. هذا الأمر كان متوقع وكان من المتوقع أن يصدر بيان وسيصدر بيان، ولكن أنا أهم من ذلك أن نعلم جميعا بأن المبعوث الأممي في صنعاء منذ أسبوعين، يعني التحركات الحوثية التي حدثت في البداية والتي انطلق الحوثيين من خلالها كانت بدعم ومؤازرة وتواجد للمبعوث الأممي. نعم. أيضا لا ننسى ولنعود بالذاكرة قليلا إلى سقوط صنعاء في العام 2014 بأيدي الحوثيين، سقطت وكان جمال بن عمر في منزل عبد الملك الحوثي في صعدة. نعم. يعني هذه الدلائل وهذه البراهين القاطعة التي لا تدع مجال للشك تعلم وتقطع يقينا أن الأمر مدبر ومدروس ومرتب. فلذا لا نجلس نتباكى على ماضينا ولننظر لمستقبلنا. هذه الدول لا يهمها مصلحة اليمن ولا مصلحة العرب ولا مصلحة الدول. نعم. الإسلامية. ما يحدث في اليمن هو عبارة عن مخطط كبير وخطير، وأنا أقول خطير ونضع تحتها خطين. نعم. اتفاق السويد للأسف شرعا لمصلحة ما الذي يجعل الشرعية وأيضا التحالف يعني أمام المعرفة الواضحة بما ينويها المجتمع الدولي أو ما على ماذا يلعب المجتمع الدولي، صارت الصورة واضحة. يعني عندما قرروا الدخول إلى الحديدة
وكان يعني المتبقي هي مسافة قليلة ويحرر هذا الميناء، يعني العالم تحرك بأكمله لأن يوقف تقدم القوات هناك. وهنا أيضا عندما تقدم الحوثي في نهم وفي جبهات الجوف أيضا تحرك العالم، ويعني دائما ما يثبت أشياء تحسب إنجاز لصالح الميليشيات. لماذا لا يستفيد الشرعية والتحالف من هذا الأمر ويبتعدون عن سيطرة المجتمع الدولي وبالتالي يتقدمون ويحققون إنجاز على الأرض؟ يعني لابد أن نعي أمرا مهما سيدي، وهو بصراحة العنصر المدني، المدنيين السكان المدنيين سواء كانوا في الحديدة أو كانوا في صنعاء. لكن ليست المشكلة الأساسية عند هذا الإجراء أو هذا الغاية التي الجميع حريص عليها. نحن نسأل، وأنا معك أسأل، الشرعية والجنرال علي محسن نائب الرئيس، يعني معليش عندنا أكثر من 6 جبهات أو لديك 6 جبهات سواء في نهم أو في الطالع أو في مارب أو أو أو، يا أخي إحنا نريد أن يتحقق انتصار واحد. ركز على صعدة، ركز على صنعاء، ركز على نهم. أما أن نتحدث دائما ونقول هناك تقدم للشرعية ولم نرى شيئا عن الأرض، فهذا يعني للأسف هذا كلام مخادع وكلام هزيل وكلام للأسف تسأل عنه قيادة الشرعية وتحديدا علي محسن الرجل القيادي أو الرجل العسكري الخبير بالشأن اليمني والخبير بتضاريس وطبيعة اليمن. يعني ماذا حدث في صعدة يا علي محسن؟ أين تقدم الشرعية؟ الناس تريد شيئا على الأرض، لا تريد برطرة وكلام فاضي. 5 أعوام، ما الذي أنجز؟ يعني هنا تساؤلات كثيرة بالفعل يجب الوقوف أمامها. لكن تكرم البقاء معي سيد سلمان، أعود لضيفي إبراهيم قعطبي. يعني سيد إبراهيم، يعني بالنسبة لموقف الشرعية بعد التطورات الميدانية الأخيرة، كيف تجدون موقفها؟ والله الشرعية ليس لها أي موقف، والشرعية هي مجرد دمية بيد المملكة العربية السعودية. وضيفك الكريم يعني مع احترامي الشديد لرأيه أنه يحمل علي محسن والشرعية فشل الجبهات أو ما يحدث في الجبهات، لا بالعكس، من يتحمل المسؤولية هو التحالف الذي هو أكبر، ليس انقلابا وإنما أكبر مقلب في تاريخ الشعب اليمني المعاصر. لكن سيد إبراهيم، يعني اسمح لي أقاطعك هنا، يعني نحن كيمنيين لا نرى سوى عبد ربه منصور هادي وأيضا قادة الدولة الذين يمثلون هذا البلد. كيف إذا كان يعني نتحدث نحن هنا عن السعودية أو الإمارات أو غيرها، هؤلاء الناس لماذا راضين وساكتين على هذا الواقع؟ لعدة أسباب. أولا هؤلاء لم يعد لهم أي قرار كما ذكرت، وهؤلاء ليسوا حتى في أرض المعركة ولا في داخل اليمن، هؤلاء أصبحوا سجناء لدى المملكة العربية السعودية، تم إغراقهم بصفقات فساد، لا يستطيعون التحرك، وكلما حتى فكروا في التحرك يتم يعني ضربهم. رأينا كيف ضربت الإمارات القوات الشرعية عندما تحركت نحو عدن، رأينا حتى ضرب للقوات الشرعية في مأرب نفسها من قبل هذا التحالف، رأينا تقليص لوجود الشرعية في عدن وإخراجها من عدن بمباركة المملكة العربية السعودية والإمارات. الضيف الكريم أيضا يتحدث عن مسؤولية محسن الأحمر وغيره. المملكة العربية السعودية والإمارات لا تسمح للحكومة الشرعية بشراء حتى مدفعية ولا تمولها بأي سلاح حقيقي لمجابهة الحوثي. كل الجبهات متوقفة عند الحدود التشطيرية، وهناك علامة تساؤل، يعني ما أهمية هذا التحالف مع السعودية والإمارات إذا لا يستطيع الجيش الوطني التحرك في أي جهة بدون غطاء طيران؟ لماذا لا يعطون لليمنيين حتى طائرة هوليكوبتر؟ يا أخي جبال نهم كلها لو أعطوا للحكومة اليمنية حتى طائرة هوليكوبتر لصفوا تحركات الحوثيين، ولم يستطيع الحوثيين حتى يعني ضرب موقع. هنا الحقيقة الذي يجب أن نواجهها، ذهبت المملكة العربية السعودية والإمارات للتقليص وضرب قوى الحكومة الشرعية في مناطق الجنوب وبدعوا بإنشاء قواعد. لكن لماذا لا نجد موقف لهذه الحكومة الشرعية؟ بمعنى إلى متى سنظل نحن كيمنيين يعني فقط يعني نتبنى الدفاع عن البلد، بينما
القادة وقادة الدولة المعنيين بالدرجة الأولى إلى متى سيظلون صامتين ولا يوضحون للناس ما الذي يجري؟ يعني الوضع يعني أصبح خطير والجميع يتساءل. يا أخي يجب أن نكون صادق. الشعب اليمني قد تجاوز فكرة الشرعية، هي لم تعد إلا أسطوانة في وسائل الإعلام وفي فنادق الرياض. اليمنيون تماما يدركون أن هذه الشرعية أصبحت أداة لتقسيم الوطن ولضربها ولضرب اليمنيين وتشتيتهم وحصارهم ومنعهم من دخول أراضيهم والخروج والدخول من اليمن. هذا الذي حاصل الآن. هم الشرعية هي ليست منظومة حكومية أصلا، مجموعة أشخاص أو فريق عمل مستفيدين من هذه الحرب، مثلهم مثل من مستفيدين من السيطرة على اليمن وعلى موقع الاستراتيجي، أصبحوا مجرد أداة. هؤلاء موجودين في الخارج ولا يفكرون حتى بالعودة إلى اليمن، كونهم قد أغرقوهم بالفلوس وبالرحلات وبالأشياء التي ليس لها علاقة لا بالعودة إلى اليمن ولا بمحاربة المشروع الحوثي ولا غيره. ولذلك يجب أن نتحدث بصريح العبارة، أين الحكومة؟ لا يوجد حكومة يا أخي، حكومة لا تستطيع، ورئيس الوزراء لا يستطيع أن يخرج من المكان من مكانه داخل عدن إلا برضا القوة التحالف، ولا يستطيع يمنع التحالف نفسه يمنع الوزراء من العودة إلى داخل الوطن. سلبوهم حتى السلاح الثقيل في عدن. يا أخي التحالف العربي هي مشكلتنا الكبرى. أما بالنسبة للحوثيين، أنا أؤكد لك عندما يقرر الشعب اليمني، عندما تنتهي هذه الشرعية القذرة، الأداة التي يستخدموها لتشتيت اليمن ولتوسيع مشروعهم التوسعي في المنطقة، أنا أتحدث هنا عن الإمارات والسعودية، بالنسبة للحوثيين هم مجرد أسر لن يقبل اليمنيون لليوم ولا بكرة ولا بعده بحكمهم لأكثر من 30 يمني مواطن حر. هذه المسألة استخدموها كأداة، الحوثيون يستفيد منها الإمارات، تستفيد منها السعودية، يستفيد منها إيران، ولا يستفيد يعني. وضحت الصورة سيد إبراهيم، الشعب اليمني لا يستفيد من هؤلاء. نعم وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي إبراهيم قعطبي، كنت معنا من نيويورك. وأعود لضيفي السيد سلمان عسكر. سيد سلمان، أيضا يعني يدور سؤال، لماذا لم يلاحظ تدخل فاعل للتحالف في المعركة الأخيرة في نهم والجوف؟ يعني هناك بالفعل بعض الغارات، وإنما لم يكن ذلك التدخل الفاعل و يعني الذي وجد وعرف في معارك سابقة وتحرير مناطق أخرى. أوكي، طبعا سأجيبك على هذا السؤال وسأعلق على نقطة أثارها الأخ الأستاذ إبراهيم من الولايات المتحدة. بالنسبة للتحالف يا عزيزي، ليس مجرد لعبة أطفال ينطلق عندما يرى حدثا في موقع. يعني الدفاع، التحالف العربي ليس دفاع مدني يذهب لإطفاء إشعال نار في موقع معين أو حريق. هو من يدير العملية العسكرية في اليمن سيد إبراهيم، يعني حتى التحرك في نهم يفترض أنه تم بتنسيق، ويعني الأمور واضحة لدى الجميع. لدى التحالف العربي عدة بنود، وهذه للأسف يا سيدي العزيز البعض لا يعرف. التحالف العربي حضر إلى اليمن، ولا زلنا نكرر ونقول، من أجل استعادة الشرعية. الحكومة الشرعية والحكومة أو الجيش اليمني، الجيش النظامي، الجيش الحكومي، هو الذي بصراحة مسنتر أو متمركز في الجبهات وفي مواقع معينة، صار يلقى الدعم ويلقى الحماية ويلقى يعني بصراحة كل التسهيلات، وكان من الأحرى ومن الأجدر أن يتحرك قليلا في ظل هذا الدعم الذي يجده من التحالف العربي. أما كلما أثير في يعني قيادات الجيش جميعها تتحدث سيد سلمان، قيادات الجيش جميعها تتحدث بأنها لديها الاستعداد للتحرك، ولكنها ممنوعة من قبل التحالف. يا أخي من نصدق الآن؟ هناك من يقول ممنوعة من قبل التحالف، وطرف آخر يقول ممنوعة من الدول العظمى. يعني إحنا الآن حائرين يا أخي، لا أحد يمنعك عندما تستعيد حقك، لا أمريكا ولا كثير من الألوية العسكرية تتحدث بأنها عندما تتحرك بعيدا عن إذن التحالف يقصفون بالطيران، وليست يعني حدثت مرة ومرات كثيرة. سيدي أنت تريد، أولا دعنا نوضح نقطة مهمة جدا وأنا مسؤول عنها أمام الله قبل أن أكون مسؤول أمامك أو أمام المشاهدين، وهي أن التحالف العربي
من ادعى انه ضرب قوات الجيش هو الاعلام القطري، هو اعلام قناه الجزيره التي تحدثت. يعني هل يعقل يا اخي، هل يصدق مثل هذا الكلام؟ طيب يا اخي، ما دام ان التحالف العربي هو من ضرب هذا، وانت قبل قليل تقول بانه هو من اوقفهم، طيب لماذا يدعم الشرعيه؟ هؤلاء هم الشرعيه التي تتقدم، يعني لماذا يدعمون الشرعيه؟ وتعليقا على ضيفك الذي الاخ وتكرر دائما كلامه بان الحكومه الشرعيه الغير معترف، يا اخي هذه حكومه شرعيه غصب عني وعنك وعن اللي يسمع واللي يطيع واللي يصغر واللي يكبر، معترف بها دوليا. الشيء الاهم عندما يقول بانها مقيمه في فنادق الرياض، يا اخي على الاقل في فنادق الرياض وتدير العمليات، لكن انت مقيم في منتزهات ومنتجعات فرنسا. بالاخير هو محلل سياسي ومواطن وليس مسؤول سيد ابراهيم، يعني نحن نتحدث عن قيادات دوله ومسؤولين خمس سنوات وهم بالفعل مقيمين في فنادق الرياض لم يحقق اي انجاز. انت تحدثت بان التحالف جاء لمسانده، انت تحدثت ان التحالف جاء لمسانده الشرعيه واعاده الشرعيه الى اليمن. بالله عليك، في هذا الوضع الذي تعيشه البلد حاليا وهذا الانكسار الذي حاصل في معظم الجبهات، ستعود الشرعيه مثلا؟ اولا لابد ان تضع نقطه اساسيه ورئيسيه سيدي، ان ما حدث في ذهب ليس تقدم للشرعيه، هو دفاع من الشرعيه عن تقدم حوثي. ولذا عندما حدث انها دعمت هذه القوات الشرعيه للتقدم والمواصله تقدمها وزحفها، اتى البيان من الدول الاربع ليدين هذا العمل. لماذا؟ لا يريدون انتصار اليمن، لا يريدون تقدم اليمن. لكي اوضح الصوره لك قليلا هنا، المعارك هي احتدمت وبدات في خلال الايام السابقه في نهو، ولكن مؤخرا الحوثي تقدم في هذه الجبهه وايضا في بعض الجبهات في محافظه الجوف. هذا التقدم، نحن نتحدث عن الشرعيه بجيشها بدعم التحالف، كيف يتقدم الحوثي امام يعني تحالف عربي وشرعيه وجيش؟ يعني اين الخلل هنا؟ والله بعيدا عن البيان ايضا يسأل عنها المقدشي يا سيدي، يسأل عنها القوات الجيش الشرعية هي المتواجدة في هذه المواقع. بالأمس القريب حصل يعني ضربة قوية وقاصمة للجيش في مأرب. يا أخي هناك خيانات كبيرة داخل صفوف الجيش، أنا أعتبرها بصراحة. يعني من الذي يعدل الإحداثيات؟ من الذي يسهل هذه الممرات للانقلابيين الحوثيين؟ لم يأتيهم أي دعم حاليا إلا من بعض الخونة الذين أعلنوا انضمامهم للشرعية ثم انقلبوا على الشرعية ومهدوا الطرق للانقلاب الحوثي. هذا بكل صراحة وبكل وضوح، ولا يحتاج لأي تبريرات أخرى. نعم، لكن لو أتينا أيضا للنظر بتعامل التحالف مع المناطق في الشمال في مأرب والجوف وغيرها، نعود أيضا إلى ما حدث خلال الفترة الماضية، كانت هناك ألوية سحبت من هذه المناطق، كانت أيضا هناك منظومات باتريوت سحبت، صواريخ حوثية سقطت على مدينة مأرب وأصابت مدنيين وأصابت عسكريين أيضا، وماذا نسمي هذا الأمر؟ يعني كل الأمور تتراجع إلى الخلف هنا بما يخص التحالف. لا شوف، يعني معلش نسمي الأشياء بمسمياتها، أن هناك عدم حمايه لمأرب وغيرها من المواقع لا التي تقع تحت نطاق الشرعيه. قبل ليلتين بالتحديد تم اسقاط طائره مسيره حوثيه وصاروخ كان متجه على مأرب. التحالف لا يزال يقوم بدوره في حمايه المدنيين، يجب وقانونا الا نغيب هذه النقطه الهامه. التحالف العربي لا زال يقوم بدور وجهود في حمايه المدنيين. احنا مشكلتنا الان نظلم التحالف عندما نقول منه نريد منك ايها التحالف ان تحرر اليمن، ونريد منك ان تحمي اليمن، ان تحمي المدنيين، ورغم ذلك التحالف العربي. طيب سيد سلمان، هنا سؤال مهم، يعني انت برايك يعني ما سبب تراجع الشرعيه بالمعارك الحاصله مؤخرا؟ والله عدم وجود قياده قويه يا سيدي، والله عدم وجود قياده مخلصه. نحن ننظر الى قوه الجيش اليمني بانها تكمن في عناصره، ولكن للاسف كيف يقبل التحالف بقيادة ضعيفة وهزيلة؟ نعم، كيف يقبل التحالف بأن يكون شريك في معركة أساسا القيادات فيها ضعيفة كما تحدثت؟ يعني هذا ليس من مسؤوليات التحالف. لماذا لا يعمل هو ما دام تولى أمر إعادة الشرعية، لماذا لا يعمل على ترتيبها وعمل اللازم فيما يتعلق بإنجاح المعركة وتحقيق الهدف؟ سؤالك جميل جدا، ولذا ارجو منك ان تسمح لي ان اجيب عليه. تفضل تفضل. يا سيدي قبل قليل ضيفك يقول بان المملكه العربيه السعوديه
هي من تغير القيادة اليمنية. وهذا السؤال الذي تسأله الآن يثبت بما لا يدع مجالا للشك هو بأن الإهمال الحاصل خلال الفترة الماضية. يصلنا إلى حديث السيد إبراهيم، يعني بقاء الشرعية بهذا الحال وخمس سنوات هو يوضح أو يوصلنا لنتيجة واحدة، أن التحالف يعني معجب بهذا الوضع وبالتالي مستمر عليه. لو كان هناك إرادة أخرى لكان يعني تم تغيير هذا الواقع وتم حسم المعركة ونجاح التحالف في العملية التي أتى من أجلها، لكن بقاء الوضع على ما هو عليه بمعنى رضا التحالف على هذا الواقع. لا لا، غير صحيح. التحالف العربي لا يملك عصا موسى ولا يملك عصا سحرية. التحالف العربي يا سيدي، ودعنا نذهب نترك التحالف العربي، اليمن وأنت ابن اليمن تعلم جيدا بأنه عبارة عن مجموعة من المكونات والأحزاب، سواء الإصلاح أو المؤتمر الشعبي العام أو الحزب الناصري أو غيرها من الأحزاب المتعددة في اليمن، ليست يا سيدي على يد أو قلب رجل واحد. الآن الورقة التي يمكن أن يستعان بها أو أن تحفظ اليمن موقعه وقوته هي الشرعية المعترف بها دوليا. صحيح، وأنا أقولها لك وبالفم المليان، هي لا تملك أيضا قميص يوسف الذي يعيد النظر اليمنيين وقوتهم وسعادتهم، ولكن على الأقل ليتفقوا على قلب رجل واحد. الآن مشتتة كل الأحزاب، هناك من يعمل لصالح الحوثيين وهناك من يعمل لصالح حزبها الخاص، وفي الأخير ما نلاحظ من تدهور وسقوط أو تراجع في اليمن هو ضد الشعب اليمني بكل أمانة وكل صراحة. الخسران هي اليمن وشعبها. نعم. إذا عندما توحد الصفوف صدقني لن يبقى حوثي. الحوثي كم يمثل يا أخي في اليمن؟ 9%. لماذا وضعنا من اليمن من الحوثي بعثة؟ لماذا وضعنا منه قوي؟ لماذا صنعنا منه يا أخي خطر عظيم؟ لماذا؟ هو لو كان بهذه البساطة كان قد تم الخلاص منه من منذ السنوات الأولى لانطلاق التحالف. إذن داهمنا الوقت، أشكرك سيد سلمان عسكر محلل سياسي، كنت معنا من مدينة أبها السعودية، شكرا جزيلا لك. أرحب هنا بضيفي من إسطنبول المحلل السياسي ياسين التميمي. سيد ياسين مساء الخير. يا مساء النور، حياكم الله، شكرا جزيلا. أهلا بك سيد ياسين. يعني كيف تعلق على المستجدات الأخيرة ووضع المعركة مؤخرا وفيما يتعلق أيضا بدور التحالف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن اليوم نعيش نفس الأجواء التي عشناها أيام ما كان الحوثيون يتقدمون باتجاه حاشد وعمران وصنعاء، وكانت أجواء الانقسامات والتغذية الخارجية والإقليمية تدفع بهذا الاتجاه. الحوثيون استفادوا من هذا الدعم الذي تقدمه دول الإقليم التي هي اليوم تأتي تحت مسمى التحالف. أنا أعتقد أن ما يدور اليوم لا يختلف كثيرا عما شهدناه في حاشد وعمران وصنعاء. هناك مخطط يبدو أنه يمضي قدما ويعيد الحسابات ويعيد توزيع خارطة النفوذ السياسي على الساحة اليمنية، لكن في محصلته النهائية هو يخدم لاعب إقليمي مهم في المنطقة هو إيران. وإيران ثبتت ودعمت أدرعها في المنطقة ونجحت في ذلك، بينما يعني أنت السيد ياسين ترى أن أو تعتقد بأن هناك ما يشبه واقع جديد أو اتفاق على واقع جديد في اليمن يتم تنفيذه حاليا؟ نعم، هناك يبدو السعودية والإمارات ماضيتان في ترتيب مسألة الانفصال، ويبدو أن تحرك الجيش وقدرته الفائقة على الحسم ومجابهة التحديدات كما رأينا في شبوة دفع بالسعودية إلى استدعاء الحوثيين لممارسة الضغط على الجيش الوطني في مأرب وإشغاله في معارك من هذا القبيل. لكن في نهاية المطاف أعتقد أن هذه المسألة ستقرب الحوثيين وإيران من الرياض بإذن الله تعالى. والمسألة هذه لا تقال على سبيل المبالغة، لكن السعودية شغلتنا على مدى السنوات الماضية بخطاب دعائي دماغوجي حول مواجهة المد الإيراني، لكنها تقدم كل الإمكانيات اللازمة لدعم هذا التمدد الإيراني وتمكين أدواته في اليمن وفي غيرها من دول المنطقة. هناك يبدو الإمارات والسعودية تعتقد أن عدوها الأول والأخير هي قوى الثورة والقوى السياسية التي دعمت ثورة التغيير، ولهذا هي تتحين وتنصب كل هذه المكائد وتمول كل هذه المؤامرات. لكنها
ولكنها لم تتحرك بإزاء التهديد الحقيقي الذي مثلته إيران في لحظة فارقة من التاريخ عندما هاجمت منشآت حيوية جدا وعطلت نفط الإنتاج النفطي السعودي. لم ترد، لكن ها هي ترد على ما حدث في شبوة. طيب يعني إلى متى سيظل صمت الشرعية؟ الشرعية هذه خطورتها تكمن الآن في أن المملكة العربية السعودية هي الطرف الوحيد الذي يستفيد منها من رأس الشرعية، هي الطرف الوحيد الذي يعمل الآن على تفكيك اليمن باسم الشرعية، هي الطرف الوحيد التي تمتلك الساحة اليمنية برا وبحرا وجوا وتتقاسمها مع الحوثيين، وكل هذا باسم الشرعية. أنا أعتقد أنه آن الأوان لكي يهب اليمنيون في وجه هذا المخطط الخبيث، وأن يصبحوا هذه الشرعية ورأسها المتواجدين في الرياض. لا يمكن ولا يعقل بإزاء هذه التطورات التي تهدد وجوديا الكيان السلطة الشرعية، وعبد رب منصور هادي هذا الرئيس الذي دفعت به الأقدار ليحتل موقع الرئاسة في بلد مثل اليمن على حاله من الصمت وعدم الاكتراث والتواطؤ، وهذا أمر رأيناه منذ 2011 لليوم. نعم. يعني ليس بجديد، ولكن مسألة أننا نضع هذا الرئيس في الوضعية التي يستحقها هذا أمر مهم قبل أن نجد أنفسنا وقد يعني خسرنا بلدنا باسم الشرعية والمسلوبة والمصادرة. نعم. الكرامة والإرادة في مدينة الرياض. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد ياسين التميمي محلل سياسي، كنت معنا من مدينة إسطنبول، ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا. أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله.